أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن الوزارة ستقوم بتطبيق سياسة العمل من المنزل بنسبة 70% لمدة أسبوعين في قطاعاتها المختلفة، سواء في مبنى الوزارة الرئيسي أو مراكزها الفرعية في جميع محافظات مملكة البحرين، وذلك في ضوء ما تم الإعلان عنه من قرارات بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. وذكر حميدان أنه تم توجيه المسؤولين في قطاعات الوزارة إلى اتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، داعيا المواطنين والجمهور للتفاعل والاستجابة قدر الإمكان للاستفادة من خدمات الوزارة المتعددة التي تقدمها إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، كما أنها على استعداد لاستقبال أي شخص يتعذر عليه أو يواجه صعوبة في التعامل الإلكتروني للحصول على خدماتها في المجالات العمالية والاجتماعية. وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استكملت تقديم أكثر خدماتها إلكترونيا أو عن بعد للمستفيدين منها بطريقة سهلة وميسرة، لافتا في هذا السياق إلى أنه تم استثمار التطور التقني لتقديم تلك الخدمات للجمهور ببساطة وبأسرع وقت ممكن دون الحضور الشخصي، سواء لمبنى الوزارة أو مراكز تقديم الخدمات المختلفة. وفي مقدمتها مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتدريبهم أو توفير خدمات التأمين ضد التعطل والاستشارات العمالية وتقديم المساعدات الاجتماعية ودعم المنظمات الأهلية وخدمات الرعاية ودور الأندية النهارية وخدمة كبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة ذوي العزيمة وغير ذلك من الخدمات التنموية التي تقدم عن بعد في إطار استكمال الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن سياسة العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية.